السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بخير وسرور متابعين غاليين. معنا اليوم باجيرو 2017 ديزل، هذا يعتبر نصف البريمي. طبعا المكينة حجمها 3.2 و4 سلندر. اقرأ لكم المواصفات: جير اوتوماتيك، دفع خلفي، دبل خفيف، طبعا فيه دبل وفيه دفلك، وفي ريموت مثبت سرعة وتحكم بالدركسون، وشاشة معلومات بلوتوث، مشغل سي دي ومنفذ يو اس بي، وكاميرا خلفيه راح نشوفها داخل، ومرايا كهرب خاصيه الطي، ودواسات هذه اللي تحت الومنيوم، وكشاف ضباب، وهوك خلفي، وفرامل مانع انزلاق، ورباقين، وحساس حق هواء الكفرات، ونظام الثبات الالكتروني، والجنط مقاسه 17. هذا شكله من قدام الموتر، ما في حساسات اماميه، وشغل لكم النور تشوفونه الحين. الجنط حجمه 17، دواسه بس عليها ستيكر. هذا شكله مع الجنب، مقابض الابواب لونه الاسود، ومراية لونه اسود بدون سلة بدون فتحة. هذا شكله من ورا، في مخرج هوك. المكينة 3.2، هذا الهوك، وعندك وريك بسربية الوقود. حجم المكينة قلت لكم 3.2، يمشيك اللتر يعتبر متوسط 10.7 ديزل. طبعا هذا شكله من داخل، جاي هنا باللون الكروم او فضي. الاوتو حق السواق، قفل مركزي، طبعا كرسي يدوي، مراتب مخمل. هذا شكل السيارة من داخل، طبلون حن شغله لكم. في هذا حق كشاف حق الضباب، والتحكم اللي هو بالمرايا، ازرار تحكم بدركسون وبلاتوث. شوف الحين شغله لكم، هذا الجير، بشوف كم نمرة، دبل ثقيل، في دفلك وحامر كواب، تكاية بالنص، السقف لونه بيج. نركب ونشغل لكم الموتر. هذا مفتاح ريموت، مو بصمة طبعا. نقول بسم الله. حساس ضغط هواء كفرات، وزر فاصل مانع انزلاق. اسمع صوت الديزل، كثير منكم يبغى يسمع صوت الموتر. بسم الله. هذا مثبت السرعة، بلوتوث، أوامر صوتية، والتحكم اللي هو بالشاشة. الطبلون 220، وعندك الشاشة الصغيرة هذه فيها البوصلة وفيها درجة الحرارة، وزي شاشة المعلومات اللي تيجي وين تيجي بالنص، هنا حطينا لك هنا حق العدد الرحلات وكل شيء. عندك هذه الشاشة حجمها تقريبا 6 إنش، تقدر فيها بلوتوث، وفيها مخرج حق اليو اكس، وشوف لكم وين المكان المخرج، وفيها كاميرا خلفية. هذه كاميرا طبعا ما فيها جي بي اس. وعندك يا طول العمر هذا التحكم بالمكيف، مو مستقل للسواق وللراكب. وفيه هنا مساحة تخزين، وعندك هنا يا طول العمر مخرج حق ولاعة، وهذا الدفلك، وهذا الجير وريتكم اياه قبل شوي. عندك يا طول العمر والسلامة مساحة تخزين هنا، وهذا الدرج، درج طبعا ما في ثلاجة. تقريبا خلصنا من هنا، بس خلنا نمسك الموتر. الصوت بالنسبة للصوت اكيد ديزل، فصوته عالي شوي. رباقات في امامية وجانبية، هنا مخرج اللي هو اليو اس بي، الاضاءة بالسقف اللون الاصفر حقت الباب عشان الاضاءة،
طيب خلصنا من هنا، روح المرتبة الثانية. ما في ستاير، قزاز كله اوتوماتيك. هذا شكل الطبلون من ورا. عندك هنا تحكم حق المكيف، هذه مخارج المكيف شايفينه فوق بالسقف، واحد هنا وفوق واحد هنا اثنين، يعني كل المجموعة اللي ورا أربعة. التكاية، هذه مراتب وهذه التكاية، طبعا فيها حامل كوال. خلصنا من هنا، وريكم اللي ورا. نجي هنا، عندك مساحات تخزين، مراتب. أذكر في فئة تجي مراتب صف ثالث، بس هذا يجي صف واحد صفين بس. يعني على كذا مراتب بس صفين عندك. الشنطة مساحة تخزين كبيرة تعتبر. خلاص أوريكم الماكينة، أوريكم جهة الراكب. أول شيء هذا جهة مكان الراكب، باجيرو 2017 بريمي نصف. خلصنا، اوريكم الماكينة والنور. وهذه الماكينة ديزل، حجمها 3.2. اوريكم النور، النور عادي طبعا، بس خلوني بشغله لكم. الله اكبر، سمعكم صوت البوري. وهذا قلت لكم كشاف، هذا كشاف ضباب الخلفي، لما في كشافات ضباب أمامية. إشارة جاية بالرفرف. وهذا النور، النور عادي هولوجين. أوريكم ستوب خلفي، هذا ستوب جاي، ستوب خلفي شكل شفاف. وهذا ستوب اللي تحت اللي بالنص، هذا كشاف ضباب. شغله لكم الحين، هذا كشاف ضباب، ستوبات شفاف، واللي تحت اللي بالصدام هذا الاسود كله عواكس. وسلامتكم يا غالين، ارقام وحساباتهم كلها تحت في الوصف. وفي فورشنر بس بصوره وبنزل لكم مقطع ثاني، فورشنر ديزل 4 سلندر. فمان الله وبحفظه الكريم.